بدماءٌ الطاهرة رسموا ملامح الحياة بأعيننا، بصلابة وصمود تعلمنا قيمة الحياة الكريمة على أرض الوطن. سوريا عبر سنوات طويلة من تاريخها زفت الكثير من الشهداء، كونها كانت وما تزالت محط أطماع الجميع. أكيد نور، حقب تاريخية متعددة مرت على سوريا، كان العدو فيها واحد وأن اختلفت الوجوه والأسماء، وأيضا البطولات كانت كثيرة على الأرض السورية. الأدب العربي والأدب السوري حاول أن يوثق هذه المراحل عبر التاريخ السوري. رح نحكي اليوم عن المحطات الأدبية ودورها، ونستذكر أيضا بعض من خليني أقول المقاطع الأدبية المهمة التي تحيي كثير من الأعياد الوطنية ومنها عيد الشهداء، مع ضيفنا لليوم الأديب والشاعر رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. يسعد صباحك وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وأهلا بكم، شكرا لكم. أول تحية لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم الدعاء للجرحى بالشفاء العاجل يا رب. شكرا لكم على هذا اللقاء. سلام. يسعد صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن أهمية دور الأدب بتوثيق مراحل تاريخية بسوريا، خلينا نحكي إلى حد كان الأدب وما زال وثيقة تاريخية فينا نعتبره. بكل حقبة تاريخية دائما في مناسبات وأحداث بتدخل في التاريخ، للأدب حصة كبيرة منها. الشعر عند العرب أولا هو ديوانه، أي أنه الذي يسجل كل الوقائع. لم يكن لدى العرب لا تلفزيون ولا صحف ولا وسائل التواصل الموجودة الآن. كان الشاعر هو لسان حال قومه، كان الشاعر هو وجدان وضمير أمته وشعبه وناسه. طبعا كانت القبيلة تفتخر بوجود شاعر، بميلاد شاعر لديها، لذلك لعب الشعر دور تسجيلي هام وأساسي. ثم رصدت القصة والسلافة أو الرواية أو الحكاية تاريخ هذه الأمة، ولدينا قصص كثيرة سجلت تاريخ أمتنا، حافظت على ما لدى هذه الأمة من مخزون ثقافي كبير، ولا تزال القصة ولا يزال الشعر وجدان الأمة، ضميرها، مركز طموحها، مجمع ذاكرتها، النافذة التي تطل منها على الحدث وتطل على العالم بصورة حضارية. نعم. أستاذ رياض، دائما نقول في البدء كانت الكلمة، الكلمة هي أساس الإنسان بشكل عام، هي التي من خلالها تواصل ونقل حياته كلها بأحزانها وبأفراحها مثل ما بنقول. خلينا نحكي عن دور الأدب بتكريس البطولات، وهذا الدور اللي ما اختلف رغم مثل ما حكيت اختلاف الوسائل اللي موجودة، الأدوات اللي استخدمها الشعر أو الأدب لحتى يعبر عن نفسه أو يصل فيها للجمهور، ولكن دوره ما اختلف، بالعكس كبر وتعاظم. بلا شك الكلمة فاعلة ومؤثرة في النفس الإنسانية، فكيف إذا تمكنت من تحريض ما لدى هذا الشاب الطموح من استعداد للفداء للتضحية البطولة؟ الشعر هو مجموعة هذه المثل والقيم التي يحرص المجتمع على تكريسها في حياته دفاعا عن نفسه وصونا لأرضه وعرضه. الخطاب التعبوي الذي يحمله أو الشحنة العاطفية التي يحملها الشعر هي رصيد كبير، وهي محرض أساسي للانتماء، للهوية، للبناء، للتضحية، للفداء، لكل المثل والقيم التي يحتاجها المجتمع لبناء جيش، لبناء قوة، لاستنهاض همم، لحشد طاقات. الكلمة فاعلة ومؤثرة دائما، وهي الأصل. لم يأتي عبثا قول السيد المسيح في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. هذه الكلمة اليوم مؤثرة وفاعلة، وكم من كلمات جارحة ومحبطة وتثبط من عزائم الناس. الكلمة الإيجابية الفاعلة تفعل فعل السحر، لها حضور الساحر، تستنهض أمة بكاملها، تصرخ امرأة ومعتصمة كلمة، يصل النداء إلى الخليفة، يجهز جيشه ويسقط من حساباته كل حسابات المبصرين، فيخلد ذلك أبو تمام فيقول السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم في شهم الأرباح لامعة إلى آخر البيت.
فهنا نلاحظ دور الشعر، دور الكلمة، كيف يلعب الخطاب التعبوي التوجيهي في صنع هذه القوة، في استنهاض هذه الهمة. صح، للكلمة إلى وقع الخاص، لأنه في كثير من الأغاني لكثير من الشعراء كانت بمناسبات وطنية لهلأ إذا بنسمعها بتزرع دائما أشياء جميلة بداخل حماس. روحك وحماس يمكن ما بنعيشه مع تفاصيل أخرى. خلينا نسمع منك شيء بمناسبة عيد الشهداء اليوم. دمع عين على الشهيد وفاء، موكب النور في دياري بهاء، كيف يمضي بلا وداع مهيب شيخ حسن فقيدنا والعلاء، كفنتهم يد طهور وصحب ودعتهم إلى القبور السماء، جرحك الجرح يا صديقة عمري جددته مع الفجور الدماء، خبب والجراح فيك سهام، من قريب أو غريب سواء، لا تبالي على الصخور بنينا مجد غسان والسجايا وفاء، هكذا القهر من زمان طليق فاغر الفاهي حولنا والبغاء، يا لظلم على النفوس جهول أرعن الكف مارق حرباء، قد خبرنا نكد العيش حروبا يا لعيش كما الرعاع هباء، أكسبونا من جبنهم كل عيب ليتهم في حروبهم نجباء، جرحك الجرح من إله قديم ذهب من دمائنا ووعاء، هذه الأرض من رحيق شذانا ليتنا في عزمنا في عزم فيما عزمنا الطلقاء. يعني اليوم ونحن عم نسمع هيك من حضرتك شيء بخص طبعا قيم الشهادة، خلينا نحكي عن الأدب والشهادة بين الماضي وبين الحاضر، وقديه برزت هاي العلاقة من خلال الأدب السوري، وكيف ربط بين طبعا انتصارات الماضي انتصارات الحاضر. في حرب تشرين المجيدة، وهي الحرب التي كنا شهودا عليها وكنا يعني جزء من المشاركة، كانت قريبة ل سليمان العيسى، شاعرنا، شاعر الأطفال وشاعر العروبة وشاعر القومية وشاعر البعث أيضا، فور في أيام تشرين قال: ناداهم البرق فاختاروه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر. لحظي، هذا البيت المطلع الذي اختصر فيه موقف البشرية من قضية الشهيد. هنا يلعب الأدب والشعر خاصة دوره في تخليد هذه القيمة والمثل العليا، أن تعطي روحك. نحن طلاب حياة على فكرة، ولسنا طلاب موت، لم نذهب إلى الحرب لنموت ولا نختار الحرب للموت، لا، نحن ندافع عن الحياة بالشهادة. لذلك كرم هذا الشهيد بأنه سيظل حيا عند ربه يرزقه. كل الديانات تمجد هذا الفادي العاصي المعطي المضحي النبيل، تكرمه بأنه لا يعرف الموت، هو جاء للدفاع عن الحياة، هو طالب حياة، لذلك يظل حيا عند ربه. هذه هي قيمة الشهداء. رشيد سليم الخوري في يعني رصده للثورة: خير المطالع تسليم على الشهداء، قصيدة من أجمل ما يمكن إذا سمحت لي أن أقول يعني بعضها. خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا، فلتنحني الهام إجلالا وتكرمة لكل حر عن الأوطان مات في دم، يا أنجم الوطن الزهر التي سطعت في جو لبنان للشعب الضليل هدى، قد علقتكم. طبعا لبنان وسوريا يومها كانوا واحد، يعني ستة أيار شهداء، ستة أيار في علي ودمشق علقوا في نفس قد علقتكم يد الجاني ملطخة فقدست بكم الأعواد والمسد، بل علقوكم بصدر الأفق أوسمة منها الثريا تلظى صدرها حسدا، أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدا.
تسلم تمك. قديش يمكن من خلال هاي الكلمات اللي عم نسمعها من حضرتك الشعر والأدب وثق الشهادة والشهيد، يمكن في كلمة واحدة بتختصر هاي المعاني. قد ما حكينا عن الشهادة والشهيد يمكن ما بنوا فيهم جزء من حقهم، بس الأدب قديش لعب دور في توثيق قيمة الشهادة والشهيد في سوريا؟ والله أنا يعني أقر وأعترف بأننا مهما قدمنا للشهيد من رصد لحياته، من تمجيد للقيمة والمثل التي مات من أجلها واستشهد من أجلها وظل حيا من أجلها، لا نفي حقه. أعظم عطاء يقدمه الإنسان هو هذه الروح. فعندما لا تبخل بروحك على قومك فأنت في المقدم. لذلك عندما نتحدث عن الشهادة والشهيد نحن في محراب القداسة، تشعر بأنك أمام حالة من القدسية، لست في معرض أي كلام آخر، أنت الآن أمام مهاب، أمام عظمة العطاء والفداء والروح العظيمة المتمثلة في الشهادة والشهيد. أستاذ رياض، أيضا إذا فينا نسمع شيء أيضا من حضرتك مجهزه طبعا نحن اليوم، هذا أيضا في 6 أيار أبكي، هذه الأبيات لفارس بيك الخوري، ويمكن قلة بيعرفوا أنه فارس بيك رجل دولة وكان تعرف، لكنه أيضا شاعر وهزته عملية إعدام العروبيين. أبكي ومعدرة عيني إذا ذرفت على الغطاريف منا والأساطيل، على الشيوخ، على رخط الفتوة، بل على الليوث، على الغر الميامين، قد عابهم بقضاء الترك أنهم أصحاب قلب بحب العرب مفتون. قل للآلئ عفروا حر الوجوه على أقدام طاغية دام السكاكين. فارس الخوري عندما ألقى هذه القصيدة وكانت في رثاء الشهداء طلب راسه جمال باشا السفاح وأراد أن يعمل له مكيدة ليلحق رأسه برأس الشهداء، لكن إرادة الله شاءت أن يتخلص فارس بيك من هذه المكيدة. شاعرنا العظيم بيقول: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر، ناداهم الموت فاختاروه أغنية خضراء ما مسها عود ولا وتر، تقدس المطر المجدول صاعقة وزنبقا يا شموخ الأرض يا مطر. لا تفلتي قبضة التاريخ عن غدنا، أطفالك السمر يا صحراء قد كبروا، ريش على صهوات الريح فجرها بالمعجزات، وريش راح ينتظر تعانق النسر والتاريخ ملحمة، وكبر العشب والينبوع والحجر، تعانق الفارس المقدور من ألم والتل، فالعاشقان التل والشرر، تل أبو الندى طبعا في الجولان، وأينعت بالدم الجولان وانضفرت سيناء يا روعة الإكليل، ينضفر سر الصحاري سر الصحاري وسلها كلما يبست، من أين ينبع فيها الظل والشجر. يسلم تمك، مثل ما قلنا ببداية حديثنا قد ما حكينا عن قيم الشهادة والشهداء، قد ما حكينا عن أرواحهم اللي فدوها دفاعا عن أرض الوطن ما بنقدر نوفيهم جزء من حقهم. خلينا نحكي اليوم خلال سنوات الحرب على سوريا كمان تم توثيق ما حصل من قبل عدد من الأدباء، وفي أدباء شباب كانوا عم يحاولوا كمان يكونوا جزء بهي الوثيقة. قديش اليوم بتشوف الأدب في سوريا عم يقدر يكون وثيقة للأحداث اللي عم نشهدها اليوم، وقديش فعليا بنقدر نعتبر عم نحكي شو عم يصير داخل البلد؟ لأنه عم نعرف أو مثل ما تابعنا في تضليل إعلامي كان كبير لما يحدث في سوريا. أنا عضو في اتحاد الكتاب العرب ومراقب، يعني أقرأ منشورات مخطوطات. صحيح. الآن التوثيق للرواية وللقصة، أدبائنا الشباب والمحترفين وغيرهم يسعون جاهدين وكل يؤدي دوره في رصد كل ما جرى خلال هذه الحرب الظالمة على سوريا منذ 10 سنوات وأكثر.
رصد لكل المعارك تقريبا. بعض الروايات شملت كل سوريا وبعضها اختصت بجانب وكانوا شهود على ذلك. منذ يومين كنت أقرأ عن جبال اللاذقية وقد يعني صادفت سيادة اللواء اليوم أيضا كان موجودا في تلك المنطقة وفي تحرير النبي يونس وغيرها من القمم التي دنسها الإرهاب إلى يعني حد ما. المعركة كانت قاسية وشرسة وهي حرب غير مسبوقة. لذلك أيضا الأدب الآن سواء قصة أو شعر الآن يطلع بدور مهم جدا. قد يكون هذا كل ما يقال غير قادر على مجاراة الحدث. الحدث سابق لكننا لا نكتب في الأدب لليوم وحده، نحن نكتب إلى غد. الأجيال القادمة سترى بأعيننا ماذا جرى الآن. صحيح. الأديب اليوم شاعرا أو قاصا يدون للأجيال القادمة ما يراه. نحن الذين عشنا الحرب، أنتم كمان صبايا وعشتوا القذائف يعني تتهاطل على دمشق، وأنا ممن كنت أذهب إلى الإذاعة وكان الذهاب إلى الإذاعة يعني مغامرة أو على مبنى التلفزيون. نحن عشنا هذه الحرب، مهما تحدث أديب أو شاعر عن هذه الحرب لا يعادل، لا يستطيع أن يلم بكل شيء، لكنه لا يكتب إلى الآن، يكتب إلى أجيال قادمة يجب أن تضع في ذاكرتها وفي معلوماتها وفي معارفها ماذا جرى الآن في هذا الوطن الجميل الذي كنا نحسد عليه ولم نكن نعي ماذا يعني أن يتوفر لك كل شيء، أن لا تكون مدينا لأحد، أن تكون حرا وصاحب قرار وسيادة في كل ما يتعلق بشأنك. كنا لم نكن نعي ما تعني سوريا الواحدة الحرة المستقلة حتى خسرنا كثير من الواقع. لذلك جاءت هذه الحرب الظالمة فكشفت الكثير الكثير، والذي يقوم الأدب الآن بتدوينه وتسجيله لتستفيد منه الأجيال القادمة. يعني بختام حديثنا لليوم نتشكر وجودك معنا، نقول لك كل عام وانت بخير، واكيد شهدائنا وذوي الشهداء وهم بألف خير. شكرا لك. الرحمه للشهداء الابرار. شكرا لك الشاعر والاديب رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. سعيدين كنا بوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك.